أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة على أهم ما ورد في الصحافة الفلسطينية والإسرائيلية لهذا اليوم، والبداية من البنك الدولي والتقرير الذي أصدره مساء الأمس على صحيفة القدس الفلسطينية. تقول البنك الدولي 750 مليون دولار خسائر غزة في العدوان الأخير على القطاع. التقرير الذي أعده البنك الدولي مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأيضا جهات فلسطينية يقول بأن مجمل الخسائر التي أو الأضرار التي لحقت بقطاع غزة كانت يعني ما يقارب 570 مليون دولار. في التقرير يقول بأنه يعني غزة تحتاج إلى تدخل عاجل بقيمة 485 مليون دولار، هذا ما اسمته التدخل العاجل لي يعني النهوض بواقع قطاع غزة. أشار التقرير أيضا إلى القطاعات المتضررة وقال بأن قطاع الإسكان كان أكثر القطاعات المتضررة بنسبة 93% من مجمل الأضرار، تلاه القطاعين الإنتاجي والمالي. لفت أيضا هذا التقرير بأن هذا كان تقييما سريعا للأضرار، أي ربما تكون هذه الأرقام مرشحة لاحقا للزيادة. بعد يوم من الكشف عن وثيقة صفقة اللقاحات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والذي تناولناه في جولتنا أمس في جولة الصحف يوم أمس، هنا ألترا فلسطين يقول لجنة التحقيق تكشف عن مخالفات وتقصير في صفقة تبادل اللقاحات. يقول موقع ألترا فلسطين بأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة الفلسطينية بالأمس قامت بتسليم تقريرها لرئيس الوزراء دكتور محمد إشتية. تقول أو أهم ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه لم تكن هناك حالة مستعجلة في فلسطين تستدعي توقيع هذه الصفقة بشكل عاجل في غضون أسبوعين يعني إيصال اللقاحات وتبادل اللقاحات، بحيث كانت تقضي هذه الاتفاقية بأن إسرائيل تزود الفلسطينيين بمليون من مخزون اللقاحات التي تنتهي صلاحيتها في نهاية شهر حزيران، في حين تأخذ إسرائيل من حصة السلطة الفلسطينية لدى شركة فايزر والتي ستشتريها من شركة فايزر تأخذها إسرائيل في وقت لاحق. أيضا قالت لجنة تقصي الحقائق بأن عملية تسلم اللقاحات لم تراعي البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، وبأن وزارة الصحة كلفت شخصا غير مختص في تسلم هذه اللقاحات لم يراعي الحساسية الدوائية والمواد الطبية الحساسة في نقلها، وبالتالي البروتوكولات الطبية لم تراعى في نقل اللقاحات. اللجنة أوصت بعدم استكمال عمليات التبادل حيث هذه جزء من الصفقة، بحيث يجب أن تكون هناك يعني عمليات تبادل لاحقة أو كميات لاحقة تأخذها السلطة الفلسطينية. اللجنة تقول بأنه أوصت بعدم يعني استكمال هذه عملية التبادل، وقالت بأنه لن يكون تبعات مالية على السلطة الفلسطينية، خاصة وأن الاحتلال أخل ببنود هذه الاتفاقية. وبشأن المحاسبة قالت بأنه يجب محاسبة المسؤولين، من قصر وأهمل ومن لم يقم بأداء واجبه ومهامه، يعني أخذ العبر من هذه الحادثة. أيضا ائتلاف أمان للنزاهة والمساءلة حذر من إفلات المسؤولين عن الصفقة من العقاب. أيضا الاحتلال يدخل إلى مناطق السلطة الفلسطينية، يعتقل ويغلق المؤسسات الفلسطينية. هنا على وكالة وطن للأنباء نقرأ: الاحتلال يعتقل شذا عودة مديرة اللجان الصحية. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله صباحا أو فجر هذا اليوم واعتقلت السيدة شذا عودة مديرة اللجان الصحية، حيث في حزيران الماضي قام الاحتلال باقتحام مقر لجان العمل الصحي وإغلاقها لمدة أو وضع أمر عسكري بإغلاقها لمدة 6 أشهر بذرائع أمنية. وبعد 9 من حزيران وإغلاقها بأيام قامت مؤسسات أهلية ورسمية بإعادة افتتاح هذا المقر، رافضين الخضوع لقرارات الاحتلال. ولكن اليوم يعني جاء الاحتلال واعتقل مديرة المؤسسة وأيضا صادر السيارة التابعة لها، وأغلق أيضا مؤسسة لجان العمل الزراعي في مدينة البيرة وصادر الحواسيب وحتى دفاتر الشيكات الخاصة بالمؤسسة.
هذه كانت أهم العناوين والأحداث التي تناولناها في الصحافة الفلسطينية. أما عن الصحافة الإسرائيلية فاليوم يتولى الرئيس الإسرائيلي الجديد ولايته بعد أو خلفا لرأوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي السابق، وذلك وفق القناة السادسة عشر أو عفوا الثانية عشر الإسرائيلية. اليوم سيؤدي اليمين الدستورية الرئيس الإسرائيلي الجديد يسحاق هرتسوغ، والذي يعني عند الساعة الرابعة والنصف مساء هذا اليوم، وبذلك يكون الرئيس الحادي عشر لإسرائيل. يتم انتخاب الرئيس من قبل الكنيسة في جلسة سرية وبأغلبية كاملة لمدة 7 سنوات ولاية واحدة. ما هي مهام الرئيس في إسرائيل؟ غالبا هي مهام صورية وتمثيلية، يمثل إسرائيل في الخارج. عندما يعني يقر الكنيسة الإسرائيلي اتفاقية مع أي دولة هو يذهب فقط لتوقيعها. أيضا يتمتع بحصانة إجرائية لا يمكن التحقيق مع الرئيس الإسرائيلي وهو في منصبه بأي قضايا جنائية مطلقا. هذا على صعيد التحديث أو الجديد حول الرئيس الإسرائيلي أو تولي رئيس إسرائيلي جديد في إسرائيل. أما التغير الحكومي فدائما يطرح السؤال في يعني في فلسطين، إذا ما تغيرت الحكومات ما الذي سيتغير على واقع الفلسطينيين؟ وغالبا تكون الإجابة بأنه لا تغيير، تتغير الحكومات وتبقى السياسات كما هي. ولكن هذه المرة هشاشة الائتلاف الحكومي الذي تكون من عدة أحزاب غير متشابهة وفقط تريد الإطاحة بنتنياهو، هذه الهشاشة أفادت الفلسطينيين في إسقاط قانون لم الشمل يوم أمس في جلسة الكنيسة، الذي لم يستطع الائتلاف يعني تحصيل أغلبية لتمديد قانون لم الشمل الذي يمنع الفلسطينيين من لم الشمل مع عائلاتهم في الداخل المحتل، أي المتزوجون من الداخل المحتل، يعني يمنعهم من الإقامة في الداخل. هنا هارتس يعني تقول بأنه عمل اليساريين وقانون لم الشمل، وتشير إلى إسقاط القانون، وتقول بأنه يجب الترحيب بإسقاط هذا القانون العنصري، وتؤيد ذلك بقول لوزير خارجية إسرائيل الحالي يائير لبيد، الذي قال أن هذا القانون هو أحد الضمانات في إسرائيل لضمان أغلبية يهودية. هنا أيضا يعني وزيرة الخارجية الإسرائيلية إيلت شكيد قالت بأنها ستحاول إقناع الليكود وبتسلائيل سبوتريتش، وهم من اليمين الإسرائيلي المؤيد أصلا لتمديد هذا القانون، ولكن عارضوا القانون فقط لإفشال الحكومة الإسرائيلية. قالت في حال تمكنت من تحصيل هذه الأغلبية فإنها ستطرح مرة ثانية التصويت في الكنيسة. نفتلي بنت ادعى بأن هذا أو عدم تمديد هذا القانون سيضر بأمر إسرائيل، واتهم المعارضة التي صوتت ضد تمديد القانون بأنها تضر بأمن إسرائيل، في حين الصحيفة تقول يجب الترحيب بوقف هذا القانون العنصري في إسرائيل. أيضا على مستوى العلاقات بين إسرائيل والإمارات، وهذه المرة تحقيق على مجلة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، يقول تعثر التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والإمارات. التحقيق يفيد بأن أيا من المشاريع التي تم توقيعها بين إسرائيل والإمارات منذ توقيع اتفاقية التطبيع في سبتمبر الماضي، أن أيا منها لم يدخل حيز التنفيذ. على سبيل المثال في التحقيق يعني تورد أنه تم تجميد إقامة الصندوق الاستثمارات، يعني صندوقي استثمارات أحدهما بقيمة يعني 10 مليارات دولار. حجم الاستثمار على الورق بين إسرائيل والإمارات بلغ 675 مليون دولار خلال 10 أشهر بالاتفاقيات التي تم توقيعها. تقول هنا بأن إسرائيل تنتظر أو عفوا الإمارات تنتظر كيف تتطور العلاقة بين الإمارات والحكومة الجديدة في إسرائيل، وأيضا تنتظر صدور نتائج مناقصة شراء الميناء في حيفا والتي تتنافس عليها أيضا الإمارات. في الحكومة الجديدة أعيد إثارة أيضا موضوع اتفاقية نقل النفط الإماراتي عبر إسرائيل لدواعي بيئية، في أكثر من مرة كانت هناك مطالبات بإلغاء هذه الاتفاقية. لكن ماذا تقول الإمارات في حال إسرائيل قامت بإلغاء هذه الاتفاقية؟ تقول بأننا أوضحنا لإسرائيل أن إلغاء الاتفاقية قد يضر أيضا
في التعاون على مستوى الطاقة وقطاع الغاز أيضا، وهو تهديد مبطن. يشير تحقيق جلوبس أيضا إلى بعض المفارقات بأن هذه الملايين على الورق لم تنعكس ولا بشكل من الأشكال على واقع الدبلوماسيين، خاصة في القنصلية التي أقيمت في دبي. هنا تقول الصحيفة بأن القنصل الإسرائيلي في دبي نام على المرتبة لعدم توفر سرير له، وتقول بأن كل هذه المشاريع بالمليارات هي فقط حبر على ورق. هذا التحقيق، بهذا التحقيق على مجلة جلوبس الاقتصادية الإسرائيلية، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة على أهم ما تناولته الصحف والمواقع الفلسطينية والإسرائيلية. لكم مشاهدينا فائق التحايا.